انا اشوفه بس خرج الحاجه دي تراضينا ولا تزعلني. يرضيك مشتاق لك يا راجل، اللي هيأثر فين يسدد فيه. ولعت الحاجه اللي عندك دي خد لهم 2000 يا رجب. كلام يا رجب، كلام اللي اشتغل همه. لا مش حكايه، لا هو هرضيه هرضيه يا رجب يا رجب. لو قربنا لاي مكان غير مكانه لا قلت كثير الله وبالي، لكن في حدا عندك هيقلد لها عادي ويجيب كرفه وطريار حدا عشان المكان يتحصن من الدرن وغبان مش خاطر بعدين لو حدا بيتخلم البيت يعني عشان هيقلد لها خرج الا كل ورين بين الخرج. انا خدام يا عم الحاج. لا اله الا الله. ايه يا عم الحاج؟ طلع وهتتراضى. انا قلت له خد لهم 2000. لا طلع وهتتراضى، مفيش الفينات، هتتراضى وحياه ربنا وربنا هتتراضى. غلطك عند لو اي مكان غير مكان لا اقول اكتر من كده. هتتراضى هتتراضى، هيوريها لك دلوقتي. طلعها رجع. لا خليك تطلعها انت. لا يطلع هو. ايه تتكلم ازاي؟ اصبر انزلي. تخافش 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 تخافش. دخلت ما يجيبها تروح فين؟ دي الصغيرة دي. اه اه طلعت لك. اه بس بس امسك اه بايدك. لا 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 بيخاف منهم يا رجب يا رجب. خليها كل نفس وكل بنت حرام وكل ولد حرام وكل بيت الله كل هذا. اصلي واسلم. هدكها بدي يا رجب يا رجب يا رجب، دكها مش هتطلع معاك غير بدي. يعني امسكها. خاف من الله. كف لله في الله. المسلم يؤمن بالله ويقول امنت بالله ورسوله. تعال يا صلي على كامل الموت. ما اقول لك تعال الجاه. قدام الجاه شريف حبيب. شيخنا. عمره. عدين جوه. لسه جو اهي. خبش خبش. قدرت الله بالمهما يكون. صلاة النبي تبني على الغير. كبرى يا اخي عيب، وانا تلميذ يا اخي. الاذى والحاش عني وعن عيالي. يا اخي وانا تلميذ يا اخي. والامانة امان الله. اهي. والعزيمة لله لما سمت بعيد الله. بالعصاية 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 مش تخاف منها. مش تهاب منها. صلى على الرسول. لا لا بالعصايه. قلت لك هاتها بدكة مش بدي، هاتها باللي معاك. يدك طلع لها دكة هتسكت معاك، هتخضع معاك بدك. لسه لسه في حته هيجيبها لسه. اوعى تامر انت. بالعصايه وهات. طب فلتتها ليه؟ فلتت منك ليه؟ لا انا لا انا هتفرج بس وهو بمسكها. انا اجيب لك عصايه؟ اجيب لك عصاه؟ مش هي دي اللي مطلوبه؟ المطلوبه اللي جوه لسه. دي اللي مطلوبه مش دي. ده انا بقول له لا دي مش فيها فتحان باب. لا دي مش فيها فتحان باب، معلش شاف الباب. اقفل
والخالد والقلالي توهبوا عليه والخالد والقلالي توهبوا لسه في حته كبيره لهي جبهه دي والخالد البلقه اللي توهبت علي لله في اله تجيب الكرفة كبيرة قوي كده يا رجب ها كبيرة قوي ربنا يستر طب امسكه عشان تعرف تجيبها مش هتعرف تجيبها غير بالذكر في الشنطة يتعزم عليها الشنطة عشان الحبيب لا قصدي عشان الكرفة بس عزامك خافت اقول لك انا عايزك لداء انتطا حطتا هو حد هيشيل دي في جيبه لا رجب لا اطلع رجب خلي بالك بتبخ بخاخة انا قلت لك عندك حتة شرسة جدا خد يا رجب رجب بوري لك هو بمسكها لا تكون مفكر انه حاططها في جيبه ماشي 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 سلام الله وبركاته خلي بالك بس بتدوس بس على الحاجات اللي عندك دي مين يا حاج لسه لسه الوحش الوحش لسه جاي تعال انظر بعينك وقول لا اله الا الله هات له العصا اصبر رجب اجيب لك العصا ما تضريشي لا اله الا الله ما تضريشي ايوه خد 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 لا ده الهوا شفا الصغيره ده دي المصيبه اللي انا حكيت لك عليها اوعى هيزقها ناحيتي اوعى عشان هيزقها ناحيتي خش خش معاه خش معاه تشديدة مش هيقدر عليها رجب لوحده ايوه ده كوبرا بس كوبرا شرسة خلي بالك عشان بتبخ خلي بالك عشان بتبخ وقدرة لله والخالد ولله لا اي واحد غير ما عارف الحج معاك خلي بالك يا رجل خلي بالك عشان هتهاجمك هتهاجمك خد لها دكارها خليها تخضع بالدكر بتاعها طلع دكارها جنبها بس ما حدش فيكم عادي 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 بس بس سيبوهم بقى خلي بالك رجلك الله على عدالك عرفت كرامة الله ورسوله سيدنا النبي كل نظر كل أحويك أنت ده معلش أنت اللي شغال اليوم يهدوا اهدوا 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 بس كده هتهدى معاك خش رجب عليها رجب خلصت ما دام الدكر دخل خلاص خلي الباب ما بتورك شوية خلي بالك عشان هتهاجم 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 وهتبخ هتبخ دي مش فيها هزار دي مش بتهزر دي مش بتهزر لو مش الدكر بتاعها هتبهدلنا هيدخلهم في البتاع حسن عداه بركات اسمها حسن عداه ايه عداه قول لا اله الا الله قول اذى وانحاش عنه وعن عياله ما تخافش انت ده كانت هتاذي حد خمار اوه هضرك على بيتك وعلى عرضك قول نشيل الاذى عنك بسم الله لا لا خليها هنا يا رجب رجب بيخاف يا رجب بيخاف بيخاف وعشان لو حاجه هيجيبها بديك
انا عارفه عارفه بس ده وليفه لها خليفه كرامه في الله والرسول وسيدنا النبي اللي يشيل كل خليكم واقفه كده رجب دي احضرك عن المكان وعن المطرح العمران كرامه في الله والرسول وسيدنا النبي يشيل كل الاذى ويشيل كل ماشي انت بتشرب في الغروب ما خلي صورها ما صورها لا لا خلاص ما هي خلاص كده خلاص خضعت خضعت خلي بالك دي بتبخ ايه دي بخاخه خلي بالك على خيرها حملوا على خيرها ها بص بص البط تحت اه يا اخي عارفها من قبل ما تيجي يطلع 6 كيلو لحم